مساء الحب والعافية والسعادة على كل متابعينا ومتابعين شاشة قناة العراقية الرياضية، وين ما تكون حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج ألو الرياضية. حنكون أني وعلاء. مساء الخير مساء ورمضان الخير كريم يا هلا، عليك يا رمضان كريم عليك علاء. وعلى كل من يشاهدنا قناة العراقية الرياضية أينما كنتم أعزائي المشاهدين. مثل ما عودناكم يوميا راح نكون على مدار ساعة من الزمن نستقبل اتصالاتكم على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة، ولكن بعد هذا الفاصل. اكيد منتظرين اتصالات يعني كل الجماهير الرياضيه، عندنا مجموعه من الاسئله كل حلقه، ودائما ننوه انه في كل حلقه عندنا 3 فائزين، كل فائز راح يحصل على 100,000 دينار عراقي. الارقام الظاهره اسفل الشاشه هي الارقام الخاصه بالبرنامج، ما عليكم سواء تسجلوها وتتصلون بنا، وان شاء الله تكون فرصكم بالربح كبيره. مو بس هاي على انه ماكو واحد خسران ويانا، بما انه انت موجوده اكيد ماكو واحد خسران ويانا. راح اسالكم السؤال اني او علاء، واذا ما عرفتوا الاجابه راح اساعدكم اني اكيد وانطيكم الخيار الصحيح حتى يدخل اسمكم بهذا الدوره. بنهايه الحلقه راح نجري قرعه، ثلاث اشخاص راح يفوزون ويانا، كل شخص راح يفوز ويانا 100,000 دينار عراقي. ما عليكم انه انتم تتصلون على هاي الارقام الموجوده اسفل الشاشه. الاسئله سهله وبسيطه، ركزوا وياي وركزوا على الاجابه اللي اعطيكم اياها. اذا انه ما اعطيتكم اياها انا يعني حكيت وانطيتكم اياها، اكيد راح اشير لكم على الاجابه انه انتم تابعونا على الشاشه. واول شغله سووها من تخبرونا نصوا صوت التلفزيون حتى تسمعوني واسمعكم، وحرمات ينقطع الاتصال وانه انتم ما داخلين ويانا بالقرعه. ودائما احب اقول انا بانه كل اللي اتصلوا بنا بالحلقات السابقه اللي شاركوا واللي فازوا، يرجى انه ما يعاودون الاتصال، لانه مثل ما نقول انه عندنا فائز في كل حلقه وما لازم يتكرر. ناخذ اول اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. وياكم زهراء من بغداد. زهراء؟ زهراء شنو؟ زهراء حربي من بغداد. زهراء حازم من بغداد. زهراء شلونك؟ زهراء حربي مو حازم. زهراء شنو؟ زهراء حازم. حربي. حارث؟ حربي. حربي، زهراء حربي. حربي؟ اي. زهراء شنو معلوماتك الرياضية؟ يعني شوي. شوي يعني مو زينة. إيه؟ إذا كانت زينة أو مو زينة راح تعطيك الأسئلة والخيارات وهي تجاوب. زهراء ركزي على السؤال، والسؤال يقول: من أخرج منتخبنا الوطني في بطولة آسيا 2004؟ اليابان، السعودية، الصين. شنو السؤال؟ من أخرج منتخبنا الوطني في بطولة آسيا 2004؟ اليابان لو السعودية لو الصين؟ البلد اللي إجا من عنده كورونا. الصين. إجابة صحيحة، عافية عليك يا زهراء. شكرا لك يا زهراء. دخل القرعة، أنت ساعدتها اليوم. بس قلت لها بلد اللي يجي من عندك كورونا. يعني جاوب مبين. نروح لاتصال آخر ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من ويانا؟ رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله، وياكم أمير رائد الدواني. أمير؟ أمير هادي. رائد. أمير رائد. أمير رائد من محافظة الديوانية، تحياتنا إليك يا أمير. أمير، سؤالك يقول: من هو مدرب بورتو في النسخة الأخيرة للفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا؟ الخيار الأول كونسيساو، والثاني مورينيو، والثالث بينتو. مساعدتكم يا أخي. خير الأمور أوسطها. السبيشال وان منو؟ مورينيو. مورينيو. إجابة صحيحة، عافية عليك، عاشت إيدك يا أمير ولاتصالك، ومستمرين وياكم أعزائنا المشاهدين. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. 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 ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ومية هلا، رمضان كريم عاد علينا وعليك الصحة والسلامة. محمد علي، ويا محمد علي من ثقار. محمد، شلونك محمد؟ كلش مستعجل محمد. لا ما مستعجل، بس ما يقطع محمد علي من ثقار، ذاكم قطع كل مرة يقطع. إن شاء الله اليوم ما ينقطع اتصال. شلونك محمد؟ الحمد لله، رمضان كريم عليكم. على الجميع ان شاء الله. محمد، معلوماتك الرياضية شلونها؟ يعني جيدة نوعا ما. جيدة. دائما اشارك بس ما افوز. لا ان شاء الله هالمرة تفوز. محمد. محمد، يا نادي عراقي تشجع؟ انا نادي الجوية. ها حلو.
يلا يعني مشجع الدوري العراقي، تتابع الدوري العراقي؟ طبعا. اوكي راح اسالك سؤال من ضمن الدوري العراقي، السؤال يقول بماذا يلقب نادي نفط الوسط؟ عند ليب الفرات، لو السفانة، لو الصقور؟ عند ليب الفرات. عفية عليك، وإجابة صحيحة محمد، واسمك دخل القرعة وإن شاء الله اليوم تفوز ويانا. شكرا لك يا محمد ولاتصالك، ونروح لاتصال جديد ونقول ألو. ألو. ألو مساء الخير. إذا أكو اتصال شباب. ألو. ألو، ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من ويانا؟ لؤي فليح محمد. لؤي فليح، من أي محافظة يا لؤي؟ من المدان سلمان باك. من الأنبار. من محافظة الأنبار. يا هلا بيكم أهل الأنبار. المدان سلمان باك. مدان. من بغداد. أوكي. أوكي. من بغداد، راح نصححها. أوكي. سمعت والله الأنباراني. أنا سمعت الأنبار. لؤي شو معلوماتك الرياضية؟ والله زين الحمد لله. يلا خلينا نشوف السؤال اللي على السؤال، يعني عالمي. السؤال يقول حارس مرمى ايطالي رد في مباراة واحدة اكثر من 3 ركلات ترجيح لامم اوروبا، فمن هو؟ الخيار الاول تولدو، الخيار الثاني بوفون، والثالث باليوكا. والله عيد السؤال. السؤال يقول حارس مرمى ايطالي رد في مباراة واحدة اكثر من 3 ركلات ترجيح لأمم أوروبا، فمن هو؟ تولدو، بوفون، ولا باليوكا؟ عامر في أمم أوروبا، مو لأمم أوروبا. احنا اتفقنا في عامر بالجواب. شنو الخيار؟ شنو جوابك؟ نلغي الثالث. السؤال مو واضح، ما جاي اسمع الصوت. طبعا الخيارات موجودة، نفس مو نفس اختياراتنا. لا نفسهم، بس بالعكس صايره. احنا بالعكس يومهم احنا. هسه هو قال الثالث. بين تولدو. هو ده اختار الثالث، فاجابته صحيحه لان بالشاشه. انا يمي يطلع الاول. خلص اجابتك صحيحه اذا اختاريتها من الشاشه على قولة نبأ. شكرا لك ولاتصالك، ودخلت بالقرعه ويانا، وان شاء الله يحالفك الحظ وتكون احد الفائزين في حلقه هذا اليوم. ان شاء الله. نروح مباشره لنبأ اليوم، العصبيه مأثر عليها الصوم كلش. وناخذ اتصال جديد. ويانا اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. رسول حسين من أمارة. رسول شلونك، شو اخبارك؟ رمضان كريم. لا رمضان كريم عليكم على العراق جميعا. رسول انه انت بس سلمت علي، قلت رسول حسين من الأمارة. الله يسلمكم. الله يسلمك. رسول معلوماتك الرياضية شلونها؟ والله يعني زين. انت تتابع كأس العالم؟ اي نعم. يا فريق الشجع او يا منتخب؟ يعني مدريدي، وبالمنتخبات بالمنتخبات جتنا صافرة ما جانا جواب. يا منتخب الشجع؟ اعتقد صوتك دا يقطع. رسول. لا سمعك سمعك واضح. رسول يا منتخب الشجع بكأس العالم. ألمانيا. من جماعتي. يعني انت فايز اصلا، ما يحتاج اسألك سؤال. السؤال يقول أين ستقام كأس العالم المقبلة؟ 2022. قطر. إجابة صحيحة. قطر هو الجواب الصحيح. حتى ما يحتاج إنه نعطي خيارات. عافية عليك يا رسول، وإن شاء الله تفوز ويانا، لأنه أنت اسمك دخل القرعة. إن شاء الله تفوز ويانا. دخلت ويانا بالقرعة مثل ما قالت نبأ. نروح لاتصال آخر ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من ويانا؟ شروق هاشم. شروق رمضان كريم. رمضان كريم. شروق من وين؟ من بغداد. من بغداد. شروق. شروق. سؤالك يقول صاحب آخر هدف لمنتخبنا الوطني في كأس آسيا من هو؟ مهند علي، علاء عباس، همام طارق. ثالث. اسمه يشبه اسمي. علاء عباس. شكرا لك لاتصالك يا شروق، هو الجواب الصحيح علاء عباس. ويا اتصال آخر. ناخذ اتصال جديد ونقول زين. علاء اصرار اتصل انه شارك وافوز لو ما يصير. تاخذين كل الجوائز انت بس. ويا الاتصال نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ومية هلا، من ويانا؟ نياس ابرار رائد. ابرار شنو؟ ابرار رائد. ابرار رائد. ابرار شلونك؟ الحمد لله بخير. رمضان كريم ينعاد عليك وعلينا بصحة وسلامة. ابرار من وين؟
من مدينة العنكوشي ديوانية. يا هلا بيك وأهل الديوان. شنو قالت؟ من جماعة العنكوشي؟ يا هلا بيك أبرار. أبرار معلوماتك الرياضية شلونها؟ والله تمام. تمام يعني ما يحتاج انه انطيش خيارات او اساعدك؟ لا ما يحتاج. يلا ابرار السؤال يقول، خلينا نشوف هي قالت معلومات زينه، انا ما راح اساعدها. السؤال يقول افضل فريق هولندي تحقيقا لنتائج في ابطال اوروبا. الاول ايندهوفن ولا اياكس ولا فينورد؟ اعتقد اياكس امستردام. هو الجواب الصحيح. جماعه العنكوشي كلهم معلوماتهم الرياضية تمام. عافية عليك أبرار. تحياتنا لك أبرار. شكرا لك يا أبرار واتصالك وأكيد الدورة. دخل اسمك للدورة. طبعا دائما نذكر نقول أنه في كل حلقة عندنا ثلاث فائزين، كل فائز راح يحصل على 100,000 دينار عراقي. لما تخلص الحلقة دائما نجري القرعة ونسحب الفائزين ثلاثة. طبعا دائما نقول كثروا من الاتصالات حتى تكونون يعني سعداء الحظ، وإن شاء الله إن شاء الله تكونون أحد الرابحين في برنامجنا لهذا اليوم. ناخذ اتصال جديد طبعا. على قبل ما ناخذ الاتصال، انه احنا بحلقتي انا وياك انه بس بنات يفوزون ويانا بالقرعه. يا صدق خلينا نشوف اليوم شنو. خلينا نشوف اليوم حظ الشباب. ست بنات فازوا ويانا بحلقتي. ايش بك اليوم انه حظ الشباب مو بس بنات؟ وياك اتصال على. يلا ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وصوتك كلش ناصي. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. من ويانا؟ عجيني ان شاء الله. وياك نورا حيدر. نورا حيدر. اعتقد هواي متصله بينا نورا. يلا ابد ما تفوزي. يلا ان شاء الله اليوم تفوزي. من اي محافظه نورا؟ من بغداد. من محافظه بغداد. نورا السؤال يقول من احرز النسخه الثانيه من بطوله الصداقه التي اقيمت في البصره؟ قطر، سوريا ولا العراق؟ العراق. عافيه عليك. هو الجواب الصحيح، العراق هو اللي حصل على النسخة الثانية من بطولة الصداقة التي أقيمت في البصرة. ويانا اتصال؟ ويانا اتصال ونقول ألو. اتصال جديد ونقول ألو. ألو؟ ألو مساء الخير. رمضان كريم. رمضان كريم عليك حبيبتي. شلونك حبيبتي؟ يا عمري أنت حياتي. شو أخبار؟ شلون أجواء رمضانية يمك؟ شلون الحمد لله رمضان؟ بخير. إذا أنت بخير إحنا بخير. يا عمري أنت من وياي؟ شيماء مجيد. شيماء شلونك؟ الحمد لله الله يخليك. شيماء من وين؟ من الحله. يا هلا بيك وبهل الحله. شيماء اليوم شو مسويه فطور؟ والله سويت دورمه. اي شوربه. حلو بالعافيه. الشوربه عمود السفره يعني مو فد انجاز. لازم على يعقب على هذا الموضوع. الدورمه حبيبي صيام مقبول ان شاء الله وافطار شهي. شيماء معلوماتك الرياضيه شلونها؟ زين الحمد لله. زين يعني يحتاج اساعد شلون ما يحتاج؟ لا يحتاج اكيد. ها حلو. السؤال يقول من هو هداف امم اوروبا 2012؟ الخيارات. الخيارات الاول فيا رونالدو، الثاني رونالدو، والاخير توريس. رونالدو. نلغي رونالدو. نلغي مساعدة شوي الاول. نلغي الاول ولا الاول؟ التقارير من التلفزيون كلش، ولهذا الصوت يروح ويجي. يعني نتمنى من كل المتصلين دائما يختارون غير غرفه يتصلون بها ويحطون صوت التلفزيون ويتابعونا. شكرا لك ولاتصالك واكيد دخلت القرعه ويانا. ونروح لاتصال جديد نقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. الله كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. من ويانا؟ جعفر رائد بن بغداد. بس نعم؟ ما سمعت الاسم. جعفر رائد من بغداد. جعفر رائد. رائد من بغداد. جعفر معلوماتك الرياضية شلونها؟ زين. زين. لمن نشجع محليا؟ الشرطة. الشرطة؟ شرطاوي. تتوقع بالمباراة الثالثة للشرطة راح يعوضون الخسارتين السابقتين؟ كانت البارحة خسرنا. لا اقول لك تتوقع بالمباراة الثالثة راح يعوضون الخسارتين السابقتين؟ لا نطلع. ها؟ نطلع. ليش متشائم؟ ليش؟ ما. لا اول بارحة الطرد اثر على الفريق كلش يعني يعني كان احد اسباب الخسارة. المهم نرجع لاسئلتنا وناخذ السؤال اللي يقول فريق عريق غاب عن النسخة الماضية من كأس العالم فمن هو؟ ايطاليا ولا المانيا ولا الارجنتين؟
واكيد مو منتخب المنتخب اللي شجعنا به. فهسه خليت لك خيارين. 32 لا ب 2006 الارجنتين شعوا ضيم ذاك كاس العالم. اوكي انه انت شايف كاس العالم؟ ايطاليا. ايطاليا الاجابه صحيحه. ايطاليا هو الجواب الصحيح. شكرا لك ولاتصالك. دائما ننوه نقول بعد رمضان ان شاء الله بالعيد راح نسلم كل الجوائز للي اشتركوا في برنامجنا واللي فازوا. طبعا يا علاء النسخه الماضيه من كاس العالم كان صدمه للجميع انه ايطاليا برازيل المانيا. طبعا اكيد يعني كان صدمه كلش. ويانا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اول شيء حبيبتي رمضان كريم ينعاد عليك وعلينا بالصحه والسلامه. شغله ثانيه وطي صوت التلفزيون حتى السمعين وسمعك واضح وحرامات انقطع الاتصال. ان شاء الله ان شاء الله رمضان كريم. انت بس انطيها اسمك مالك علاقه. شنو اسمك حبيبتي؟ شنو اسمك؟ بس بدنا نسمع من بغداد. فرح مصلح. فرح مصلح. مصلح. من بغداد. فرح معلوماتك الرياضيه شلونها؟ والله موشي. موشي حلو. يلا انا حساعدك. السؤال يقول انت اقرا السؤال راح اعطيها اني اول خيار خطا. اوكي. اوكي. السؤال يقول من هو هداف النسخه الاخيره من بطوله اسيا؟ الاول سردار ازمون. نلغي. المعز علي وعلي مبخوت. بقى بقى المعز علي وعلي مبخوت. علي مبخوت. نلغي علي مبخوت. علي مبخوت نلغي. نرجع على السردار. المعز علي. إجابة صحيحة. المعز علي هو الجواب الصحيح. شكرا لك يا زهراء ولاتصالك والروح لمتصل جديد. ليش قلت زهراء؟ نروح لمتصل جديد ونقول الو. 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 رجاء ابتعد عن التلفزيون او وطي التلفزيون اللي يمك على مود نسمعك واضح وتسمعنا. وتسمعنا بشكل واضح. الو. نسمعك. الوات. شلونك؟ شخبارك؟ رمضان كريم. الو. الو ده نسمعك انت تسمعنا؟ رمضان كريم عليكم ان شاء الله. ثلاثة بعد الو. هالجميع ان شاء الله يا ربي ينعاد عليك بالصحة والسلامة. بس وطي صوت التلفزيون او ابتعد عن التلفزيون. الو. او طف التلفزيون. الوات. اسعوا في الالو. انطينا اسمك، انطينا اسمك خفيف على الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمه السلام عليكم. اوكي. شنو اسمك؟ حسين ساعي من الكوت. حسين شنو؟ سعيد؟ حسين ساعي من الكوت. حسين؟ حسين ساهي من الكوت. يا هلا بك حسين، شلونك؟ والله الحمد لله. يلا خل اسالك بسرعه لان طولنا وياك. سؤالك يقول من سجل هدف الفوز لبرشلونه على ارسنال في نهائي ابطال اوروبا؟ رونالدينيو ولا ايتو ولا بيليتي؟ مساعد الادين. مساعد نخذ الخيار. الخيار الاخير اختار. اختار الخيار الاخير. واحد الاخير. شو اسمه؟ حسين ساهي. حسين ساهي. الخيار شنو؟ انت اللي سجلت هدف الفوز على برشلونه؟ بيليتي هو الجواب الصحيح. شكرا لك يا حسين ولاتصالك. تحياتنا لك. بالجو. غلست. اوكي خلينا نروح الفاصل وبعدها راجعين.
هنا بدأوا وعرفوا طعم النجوم. تركوا اللعبة وهم مجبرين. جلسوا مع المتفرجين وأصبحوا من الماضي الجديد. ستشاهدونهم كنز زمان. رجعنا وياكم من جديد اعزائي المشاهدين ومستمرين في حلقتنا هذا اليوم. دائما نذكر اذا حبيتوا تتصلون بنا الارقام الظاهره اسفل الشاشه هي الارقام الخاصه بالبرنامج. نروح لاتصال اخر ونقول الو. الو. حيدر. 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 علي منزل. حيدر السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ اخبارك؟ حيدر شنو؟ كلش مستعجل. حيدر شنو؟ حيدر علي من ذي قار. حيدر علي من ذي قار. حيدر معلوماتك الرياضيه شلونها؟ الله يكرم عليكم. على الجميع ان شاء الله يا ربي ينال عليك بالصحه والسلامه. علي حيدر سوري، معلوماتك الرياضية شلونها؟ نعم وياه. معلوماتك الرياضية شلونها؟ إن شاء الله إن شاء الله زين. إن شاء الله زين. زين أي نادي عراقي تشجع؟ وياك. نعم؟ نعم. يا نادي عراقي تشجع؟ ألو. ألو. تسمعنا حيدر؟ نعم. شو السؤال؟ السؤال ده سألك انه انت اي نادي عراقي تشجع؟ بعدني ما سألتك السؤال، بس اريد اعرف انه انت يا نادي تشجع عراقي. يعني ما اشجع الدوري العراقي بعد. ليش ما تشجع بالدوري العراقي؟ نعم. يعني ما شايف ولا نعم. لعبة ولا مباراة لأي نادي؟ نعم. لا اتابع بس مو يعني ما اشجع. اوكي تمام. السؤال يقول من احرز لقب كأس العراق في الموسم الماضي؟ القوة الجوية، الزوراء، الشرطة. الشرطة؟ لا. نعم الكلاسيكو يصير بين ناديين. كلاسيكو العراقي. إجابة صحيحة الزوراء. عافية عليك. الزوراء هو الجواب الصحيح. شكرا لك ولاتصالك. ونروح لاتصال آخر وجديد ونقول ألو. لا أسمع صوت بس بعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من ويانا؟ علي. علي غدير من الموصل. علي منو؟ علي غدير من الموصل. علي غدير من الموصل. شلونك علاوي؟ ان شاء الله زينين. شو اخبارك؟ امورك؟ شلون الصيام وياك؟ ان شاء الله زينين. الله يبارك فيكم وتقبل الله اعمالنا واعمالكم. شكرا لك يا حبيبي. خلينا نشوف سؤالك شنو يا علي. سؤالك يقول من هو مدرب المنتخب الايطالي في يورو 2000؟ الخيار الاول كابيلو، الثاني ليبي، والثالث دينازوف. اسمه شوية صعب. يورو 2000 الثالث دينازوف. إجابة صحيحة. هو الجواب الصحيح يا علي. شكرا لك ولاتصالك. ونقول ألو. اليوم العنصر الرجالي أكثر من النساء. مو صحيح؟ يعني راح يفوزون يعني. عود كلهم مسحبيهم بنات. ألو. اتصل عنصر اسمه. مرحبا حبيبتي. على الجميع ان شاء الله يا ربي ينعاد عليك وعلينا بالصحه والسلامه. من وياي؟ وياك مريم ميثم قحطان. مريم شنو؟ مريم ميثم. ميثم من وين؟ من بغداد. يا هلا بيك وبهل بغداد. مريم معلوماتك الرياضيه شلونها؟ يعني متعب. اوكي حبيبي يلا ركزي على السؤال. اوكي. السؤال يقول في أي عام أحرزت إنجلترا لقبها الوحيد في كأس العالم؟ 1966 لو 1978
لو 1986. ها مريم 1986 نلغيها نلغيها 1986 إجابة صحيحة وعافية عليك يا مريم. شكرا لك يا مريم ولاتصالك، ومستمرين وياكم اعزائنا المشاهدين. طبعا ناخذ اتصال. اكو انه السي جي دي يطلع غير خيارات لهنا. طلع السي جي غلط مو غلط، انت تطيل الاجابه. اي مو دائماً. مو مخاف يكون مثلا خيار واحد بس بالجو. يلا ويانا اتصال. يلا ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، من ويانا؟ احمد هاشم من كربلاء. بس عيد لي. الو. الو. بس اسم حضرتك؟ احمد هاشم من كربلاء. احمد هاشم من كربلاء، شلونك ابو شهاب؟ الله يسلمك. شو وقت يسعدون كربلاء الممتاز مره ثانيه؟ ها خير؟ ها؟ الو. اقول لك شو وقت يسعدون كربلاء مره ثانيه الممتاز؟ ان شاء الله هاي السنه، ان شاء الله. ان شاء الله. متفائل يعني متفائل؟ ان شاء الله بالدور التأهيل ان شاء الله مصدرين ان شاء الله. ان شاء الله. خلي نشوف سؤالك يا ابو شهاب. سؤالك يقول: من هو الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني في بطولات اسيا؟ احمد راضي، يونس محمود، ولا عماد محمد؟ يونس محمود. اجابه صحيحه وعافيه عليك. صحيح. شكرا لك يا احمد ولاتصالك. ويانا اتصال اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اثر عليها الصوت. ممكن اشارك؟ اكيد تشاركين. ترى محمود. مو انت بتعدين عن التليفون، بتعدين عن التلفزيون. اي نعم، ترى محمود. سرى شلون؟ سرى علي صوتك. ترى محمود. من وين سرى؟ من بغداد. يا هلا بيك وبهل بغداد. سرى معلوماتك الرياضية شلونها؟ والله مو كلش، اتمنى تساعدوني. نطيها خير. ساعدها انت وانطيها السؤال. السؤال ايش يقول: من هو صاحب هدف الفوز لباير ميشن في نهائي ابطال اوروبا العام الماضي؟ ليفاندوفسكي، ولا مولر، ولا كومان؟ الثالث. الثالث هو الجواب الصحيح. بس شلون عرفتي؟ والله عليك يا الله. ها هيك محظوظه محظوظه. يلا بركة الله يا يوم ان شاء الله ما تجيب نهاية الحلقة تكون احد الفائزين ويانا. طبعا علاء من قلت انه العنصر النسوي مختفي بدا يعني يتصل ويشارك من البداية قايل. حبيبي سرى تحياتنا اليك وان شاء الله اليوم تفوزين ويانا، مع السلامة. ويانا اتصال اخر ونقول الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وميت هلا، رمضان كريم عليك وعلينا وينعاد علينا بالصحة والسلامة. ولجميع ان شاء الله. وعلى انك محمد. انقطع الاتصال. شويه بعيد. انقطع الاتصال مع الاسف. يعني لو مطينا اسمك ومن وين كان خلينا اسمك بالقرعه، لكن مع الاسف. يلا مو مشكله، عاود الاتصال. اذا اليوم ما حصلتنا تقدر باكر حد طيله ايام شهر رمضان المبارك انه انت تقدر تتصل علينا وان شاء الله تفوز ويانا. ويانا اتصال اخر ونقول له الو. ماكو اتصال اخر ما نقول الو. عجب اليوم ما سألتي سؤالك المهم في كل حلقة، شنو فطوركم؟ هذا السؤال لك، هذا سألك لك. طبعا اليوم راح تقولهم الشوربة من ضمن الأساسيات المائدة. أوكي يجوز الناس بس ترد تفطر. هي البنية. لا هي البنية أو الولد يقول لي إحنا عندنا شوربة وعندنا زلاطة. إي إذا يجوز يريدون بس يفطرون يعني. ممكن. ويا الاتصال آخر نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. على الجميع ان شاء الله يا ربي، ونعاد علينا وعليك بالصحة والسلامة. الله يحفظكم الله يخليكم. من وياي؟ ليث عبد الامير من الديوانية. عبد الامير؟ ليث عبد الامير. ها ليث عبد الامير. شلونك ليث؟ الله يخليكم. طبعا اليوم عند عيد قبل لا يجي عيد. شلون؟ لين حصلنا يعني. اكيد وحشة ويانا. الله يخليكم، لان انتم قناتكم ان شاء الله موقره، وقناه العراقيه الرياضيه نقول العائليه. شكرا لك يا طيب. ليث معلوماتك الرياضيه شلونها؟ والله لا بأس، زينه. اي نادي عراقي تشجع؟ اكيد الديوانيه. صراحه انا زورائي وملكي بنفس الوقت. بعد الديوانيه جماعتك؟ شلون؟ عفوا؟ اقول لك هو الديوانيه. لا اخوة الديوانيه اكيد. بس انت ما اختارتها بالبدايه، عندك مشكله ويا العنكوشي. شوف
لا بعد عم الرجال يشجع الزهرة. اوكي يعني راح اسألك هذا السؤال راح تعرف الإجابة. اوكي السؤال يقول على من أحرز القوة الجوية لقبه الأخير في بطولة الكأس؟ الشرطة، الزوراء، الطلبة؟ والله يمكن الطلبة أنا شاك فيها. أنت زورائي. وشوف سؤال على الزوراء. وشوف لازم تتابع كل كلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء. ما تعرف من فاز. شوية مساعدتكم. يعني هاي كلها المقدمات تعطيك إياها نبع وتقول مساعدة أريد بعد. مو انا ما جاي اباوع لهذا لان نفس التلفزيون طالع صار كلاسيكو بين القوه الزوراء والقوه الجويه. هذا الكلاسيكو فازت القوه الجويه. ده حسيتهم علوم. انا منو فازت القوه الجويه؟ عن الزوراء. اي هو يشجع الزوراء يعني المفروض يعرفها بس جوزين يشجع الزوراء ما يريد يقول الزوراء خسرته يعني القوه الجويه. صح اجابه صحيحه انا جاوبت. هي جاوبت اكيد حتى لو ما جاوبت. تحياتنا لك ليث مع السلامه. شكرا لك يا ليث ونروح لاتصال جديد ونقول الو. الو مرحبا استاذ علاء. مرحب حبيبي من ويانا؟ حيدر خلف من واسط. حيدر خلف من وين؟ الكويت. بس طفوا الصوت شباب ما دا اسمع. من واسط من واسط. من الكوت حيدر. نعم. سؤالك يقول أين. نعم. تسمعني؟ إيه سمعك تفضل. سؤالك يقول أين يلعب الدنماركي إريكسون؟ إنتر ميلان ولا دورتموند ولا توتنهام؟ هو توتنهام. هو كان بتوتنهام صحيح. طلع. بس انتقل. وين؟ إنتر ميلان. إجابة صحيحة. عافية عليك. إجابة صحيحة قبل. إجابة صحيحة. يلا نروح لمتصل جديد ونقول الو. شكرا لك. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا ومية هلا. من وياي؟ ممكن اشارك؟ نعم اشارك. اكيد ممكن تشارك. يعني بس علي صوتك والله ما اسمع صوتك. صدام نفسي. نعم صدام نفسي. صدام. نعم صدام نفسي. ماذا اسمع اسمك؟ صدام لفته. صدام؟ صدام لفته. صدام لفته؟ صدام لفته. من وين صدام؟ من بغداد. يا هلا بيك وبهل بغداد. صدام معلوماتك الرياضية شلونها؟ وسط. وسط؟ نعم. يلا اوكي السؤال يقول من اقصى المنتخب البرازيلي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم؟ لا من منو؟ من اقصى. أنا سمعت غير شيء. من أقصى. والله قلت من أقصى المنتخب البرازيلي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم. كرواتيا، فرنسا، بلجيكا. بلجيكا. إجابة صحيحة وعافية عليك. أنت لزمتي علي اثنين ذيك الساعة قلت بلكي طلع خلينا نتعادل. عافية عليك إجابة صحيحة. شكرا لك ولاتصالك. دخل القرعة. ونروح لاتصال. ما تلزم علي لا تدلل. يلا خلاص. نروح لاتصال آخر ونقول ألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من ويانا؟ صلاح الدين. بس صوتك بعيد. صلاح الدين. اي انا سمعت بس صلاح الدين. شنو اسمك؟ ميسره. ميسره. ميسره شنو اسم والدك؟ نصير. ميسره نصير. ميسره نصير اسم فني. يلا خلينا نشوف سؤالك يا ميسره. سؤالك يقول كم لقب حقق المدرب فيركسون في ابطال اوروبا؟ اعتقد عبرت سؤال. عبرت السؤال يقول يم السؤال والله انا حطيت ايه السؤال. يلا خلص يم السؤال يقول على المتصل جديد اطلع هذا السؤال. اكو قبل السؤال. ايه فريق عراقي وصل لنهائي ابطال اسيا. هم غلبونا السؤال ترى. شوف هم غلبونا السؤال يمي ركزي عوف السي جي. ايه؟ السؤال يقول فريق عراقي وصل لنهائي ابطال اسيا وانسحب من المباراه. قوة جوية، الزوراء، الشرطة؟ لا الجوية ولا الزوراء. أكيد الطلبة. لا. الخيارات القوة الجوية والزوراء والشرطة. نلغي القوة الجوية والزوراء. بقى منو؟ الشرطة. إجابة صحيحة وعافية عليك. أنا أنصح عامر الأسئلة تطيها النبأ خليها خيار واحد. مو أحسن؟ الله أحسن. يلا نروح لاتصال جديد ونقول ألو. ألو. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ هلا وعيني. هلا والسلام عليكم. صار هسه صار صوت ثاني. مرحبا ورمضان كريم ويا حمية. هلا من ويانا؟ ايمان خادم من الموصل. ايمان حازم. ايمان لو ايمان؟ لا ايمان. ايمان حازم. ايمان حازم. ايمان حازم من الموصل. من الموصل. من الموصل. اليوم صار ويانا اربعة من الموصل. ايمان سؤالك يقول كم لقب حقق المدرب فيركسون في ابطال اوروبا؟ الخيار الاول اربع القاب ولا لقبين ولا ثلاثه القاب؟ ها شو تقولين؟ هو رقم زوجي مو فردي. ها زوجي الرابع. نعم اللقب الرابع. لا هني اربع نقص اثنين بقى كم لقب؟ اثنين. عافية عليك وإجابة صحيحة. فازت. شفت عطفات الجواب. تحياتنا لك يا إيمان مع السلامة. شكرا لك ولاتصالك يا إيمان. وين اتصال آخر؟ ماكو اتصال لحد الآن. دائما نذكر أعزائنا المشاهدين الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة هي الأرقام الخاصة بالبرنامج. كثفوا من الاتصالات وإن شاء الله فرصتكم بالربح تكون كبيرة. ودائما نقول إنه في نهاية رمضان وبالعيد راح تحصلون على الجوائز ان شاء الله. كل اللي فازوا ويانا بالحلقات راح يجون ان شاء الله لمقر شبكه الاعلام العراقي الكائن في الصالحيه ويستلمون جوائزهم بعد العيد مباشره ان شاء الله. زين يا علاء، هو المفروض كل شخص يفوز يعني بالقرعه انا بساعته المفروض يعطي نسبه. مو صحيح؟ مو صحيح. كل ثلاث جوائز لازم جائزه لك. اي يلا ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ومية هلا. رمضان كريم علينا وعليكم. على الجميع ان شاء الله يا ربي. من وياي؟ عمران عبيد من الناصريه. عمران عبيد من الناصريه. عمران العبيدي. عبيد عبيد. عمران عبيد. مين؟ من الناصريه. يا هلا بيك وبهل الناصريه. عمران معلوماتك الرياضيه شلونها؟ كل الزينه. كل الزينه؟ بعد ما تساعدينا ما ساعدك. زين اي نادي عراقي تشجع؟ انا الزوراء. ها زوراء. يلا حسيلك سؤال وريدك تجاوبني عليه. السؤال يقول من هو متصدر دوري الكره حاليا الدوري العراقي يا نادي الزوراء لا النجف لا القوى الجويه؟ جواب قبل الخيار. القوى الجويه. عافيه عليك. شكرا لك واكيد معلوماتك قويه. ونروح لمتصل جديد ونقول الو. الو الو مرحبا. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. من ويانا؟ شلونك استاذ علاء؟ الله يسلمك ويحفظك. علاء كاظم؟ اي نعم من النجف. يا هلا بيك وبهل النجف. علاء كاظم من محافظه النجف. علاء نعم. خل تقرا لك السؤال نبأ وخل تفوزك نبأ. اوكي. السؤال يقول اخر مره احرزت فرنسا لقب امم اوروبا في اي عام؟ 2004 لو ب 1996 لو بسنة 2000؟ أقول الأول 96. نلغي 96 بقت 2004 و 2000. شو تقولين؟ أنت شو تقولين أول شيء؟ 2004. نلغي 4 تبقى ايش قد؟ أنا دائما أدق على هاي. لا عشان ما تخليك تجاوبين غلط. يا سنة 2000 إن شاء الله. عافية عليك واجابة صحيحة. شفت عرفت الاجابة. بس نبأ والله بعد ما نسوي اسئلة احنا ياها اللي اتصل بعد بينا بس احاول عليه دخلي بالقراءة. اه يا ليهم يدلون عليه كل المتصلين. بس لازم ينطوش نسبة ها؟ لا خطأ. احنا شهر الخير وشهر البركة لازم نساعد الكل. طبعا. يلا نروح اتصال جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من ويانا؟ شلونك نبأ عيني؟ الحمد لله. انت شلونك حبيبتي؟ رمضان كريم ينعاد علينا وعيش بالصحة والسلامة. يا عمري انت من وياي؟ تبارك محمد. شلونك تبارك حبيبتي؟ شلونك عمري؟ يا عمري انت تبارك من وين؟ من بغداد. يا هلا بيك وبهل بغداد تبارك. السؤال سهل وبسيط. السؤال يقول من هو وصيف النسخه الماضيه من كاس العالم؟ برازيل لو بلجيكا لو كرواتيا؟ الثالث. شنو قلتي؟ الثالث. مبين من كرواتيا.
عافية عليك، وإجابة صحيحة يا تبارك، تبارك معلومات صحيحة، أنه هاني ما ساعدتش بس أنت جاوبتي. حتى المساعدين لازم تجرين الكلمة مو؟ ما ساعدت ما ساعدت. يلا نروح لاتصال آخر ونقول ألو. نروح فاصل. نروح فاصل، نروح فاصل أعزائنا المشاهدين، وبعدها أكيد راجعين. رمضان يجمعنا، رمضان وحدتنا، رمضان يا رمضان، رمضان يجمعنا، رمضان وحدتنا، رمضان يا رمضان، رمضان شهر رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل الاخير. راح نستقبل مجموعه اتصالات، واكيد بعدها راح نجري القرعه ونشوف منو اللي فاز ويانا في حلقه هذا اليوم. ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو، السلام عليكم. رمضان كريم. وعليكم السلام، رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. منو ويانا؟ وياكم عباس حازم من كربلاء. عباس حازم من كربلاء. عباس، شلون معلوماتك الرياضية؟ والله زينة. وش تشجع محليا؟ محليا القوة الجوية. قوة جوية. متفائل بالجوية هالسنة ياخذون دوري؟ والله ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله يعوضون خساراتهم يعني السابقة ان شاء الله في دور الابطال ويتقدمون. ان شاء الله. خلينا نشوف سؤالك شنو يقول يا عباس. سؤالك يقول: من هو هداف السد القطري في دوري أبطال آسيا للموسم الماضي؟ الخيار الأول حسن الهيدوس،
الخيار الثاني عزيز. أكرم عفيف، والثالث بغداد بونجاح. هو لو أكرم عفيف لو بغداد، هو بين أكرم عفيف وبين بغداد، اختار واحد بيهم. بغداد ثبت عليه. بغداد بونجاح. أقول لك ثبت على بغداد. ثبتت. هو الجواب الصحيح يا عباس، شكرا لك ولاتصالك. ناخذ اتصال جديد ونقول الو. وهذا راح يكون الاتصال الاخير ويانا في حلقة هذا اليوم، خلينا نشوف منو سعيد الحظ في اخر اتصال في حلقة هذا اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله، منو يانا؟ نهى عبد الكريم. نهى عبد الكريم من اي محافظة؟ من النجف. من محافظة النجف، نهى. نعم. راح اعطيك السؤال. السؤال يقول من هو الهداف التاريخي لابطال اوروبا، رونالدو ولا ميسي ولا شفشينكو؟ هو اسمه شويه صعب. مساعدتك؟ هو اسمه صعب. شمشيكو. ممكن؟ ممكن زوجي يشارك وياكو؟ ايه ايه ممكن ممكن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من ويانا؟ يسلمك حبيبي، من ويانا؟ رمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله. الله يعطيك العافية. أحمد نعيم عبد الزهرة. بس علي لصوتك شوية. أحمد نعيم عبد الزهرة. أحمد نعيم عبد الزهرة. خلينا نشوف سؤالك يا أحمد. أشكرك. وهذا آخر اتصال ويانا في حلقة هذا اليوم. سؤالك يقول أين بزغ نجم قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم يونس محمود؟ الشرطة، الزوراء ولا الطلبة؟ الزوراء. لا الزوراء. الزوراء. لا مو بالزوراء. الشرطة. ولا بالشرطة. الطلبة. الطلبة. الطلبة هو الجواب الصحيح. شكرا لك ولاتصالك، وشكرا لجميع اللي اتصلوا في حلقة هذا اليوم. راح نجري القرعة الآن ونشوف من سعداء الحظ اللي حالفهم الحظ في هذا اليوم، وراح يحصلون كل واحد بيهم على 100,000 دينار عراقي، واللي هم 3 أشخاص. الآن راح نسحب أول اسم في حلقة هذا اليوم مثل ما تشوفون. الفائز الأول في حلقة هذا اليوم حيدر خلف من محافظة الكوت. حيدر خلف من محافظة الكوت هو الفائز الأول في حلقة هذا اليوم. نروح للفائز الثاني وخلي نشوف منه يطلع. الفائز الثاني في حلقة هذا اليوم لؤي فليح من محافظة بغداد. إذن لؤي فليح من محافظة بغداد هو الفائز الثاني. نروح للاسم الثالث والأخير. الاسم الثالث في حلقة هذا اليوم واللي راح يحصل على 100,000 دينار عراقي. مدى ركز بهذا الاسم، خلنا نسحب غيره. الاسم الثالث هي نورة حيدر من محافظة بغداد. إذا نورة حيدر من محافظة بغداد هي الفائزة الثالثة في حلقة هذا اليوم. شكرا لجميع المتصلين ومبروك للفائزين. إن شاء الله نلتقيكم يوميا نفس هذا الوقت من الساعة 4 إلى الساعة 5. دائما نحب تشاركونا في حلقاتنا، وإن شاء الله يحالفكم الحظ ويحالف الجميع من بالاتصالات. شكرا لكم، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت نفس الساعة. إلى ذلك الحين دمتم برعاية الله وحفظه، مع السلامة.